كان من المفترض أن يكون هجوماً خاطفاً ومحدوداً، لكنه تحول إلى صراع مدمر. حرب أوكرانيا التي باتت بالنسبة للأطراف المحاربة والداعمة وجودية، لا يبدو حالياً أن هناك أفقاً واضحاً لانتهائها. واشنطن أكبر داعم لكييف بالمال والسلاح، توقعت عن طريق مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز أن يمتد الصراع حتى عام 2025، توقع استند فيه بيرنز إلى ما يعتقد أنها حقيقة، وهي أن بوتين مقتنع بإطالة أمد الحرب، بل ويراهن على استنزاف قدرات الغرب الذي يدعم أوكرانيا، إلا أنه يدرك أن روسيا ليست جاهزة حاليا لشن هجوم شامل. السيناريو الآخر الذي يحضر في توقعات بعض المحللين هو أن تستمر الحرب حتى عام 2024 على أكثر تقدير، فالغرب قد لا يتحمل أن يدعم كييف لأكثر من ذلك، إضافة إلى أن الطرفين سيرهقهما طول المعارك. أما الاحتمال الثالث فهو أن تنتهي الحرب في أواخر العام الحالي، أي بعد هجوم الربيع الذي يهدد بشنه الروس والأوكرانيون على حد سواء. هجوم قد يغير المعادلة وموازين القوى على الأرض، مما سيدفع بالطرفين إلى طاولة المفاوضات من أجل طي صفحة المواجهة.